بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا الدرس السادس بالستيل ستراكشر هي البولتد كونكشن. كل اللي درسناه هو تصاميم لأجزاء المنشأ الفولاذي الستيل ستراكشر. اللي تنشن منبر تعلمنا شلون نصممه، شلون نحلله، شنو الاعتبارات المهمة، والكومبريشن منبر والبيم والبيم كولوم، واذا كان هذا البيم معرض الى بايكسيال بندنج. ذني كلهن تعلمناهن وقدرنا نعرف المحددات في تصميمهن. الان نحتاج نجمع هذه الاجزاء من المنشأ عن طريق الربط الكونكشن. اذا هو يعتبر الجزء الاهم بالمنشأ. تعريف الكونكشن: connections or joints are used to transfer the forces supported by a structural member to other parts of the structure or to the supports. إذن هو ربط الأجزاء ما بيناتها حتى تنقل القوة. إذن الهدف الرئيسي نعرف كل connection شنو القوة اللي راح تنتقل عبر هذا الconnection. A connection of the structural steel element is the most critical condition of failure and most important in the design of steel structure. ده نركز على الأهمية. إحنا عادة نحط factor of safety عالي جدا بالconnection حتى نتأكد ما راح يكون الفشل هو ضمن منطقة الconnection. There are two main types of connection. هنالك نوعين من الconnection اللي هي البولتد connection والولدد connection. طبعا أكو other parts هي من ضمن البولتد، او نسمي احنا بشكل عام فاستنرز. ممكن اكو الريفتد كونكشنز، اكو انواع اخرى من الكونكشن، لكن الشائعه هم ذول الاثنين: البولتد كونكشن وصلات البراغي والوصلات اللحام. هذا فد اكزامبل للبولتد كونكشن، وهذا الجزء اللي جريت عليه لون احمر اني اللي هو welded connection. ممكن كله يكون welded connection مثل ما تشوفون هاي المناطق الداجر عليها خط احمر، هاي مناطق تم لحمها. يعني شو سال اللي على اليسار، اللي على اليسار كله bolted connection ما عدا منطقه واحده اللي هي هذه المنطقه ميزتها بان تكون welded connection. عفوا، بينما هذا الكونكشن اللي على اليمين كلها bolted connection. Why connection is used؟ ما الأسباب اللي تدعينا نستعمل connection؟ التطبيقات: التطبيق الأول connection structural elements، ربط العناصر الإنشائية. Developing member length، نطول الممبر length. بعض الأحيان أكو بعض الفضاءات كبيرة بحيث قطعة الحديد القياسية اللي هي بالعراق بحدود 12 متر حد أقصى، ممكن تجي 6 امتار، ممكن تجي 9 امتار حالات خاصة، ممكن 4. فالستاندر مالتنا شوف شنو، والفضاء مالتنا المتوفر ايش قد. فاذا الفضاء ما كفى نضطر بالعامية نقول نحط اجماله، نكمل الطول نسوي له ديفلوبمنت لينك باستعمال الاوفرلابينج جوينتس. وثالثا ومهم جدا، ميكينج بيلت اب سكشن. شوف احنا بيلت اب سكشن لاحقنا ورانا بالتنشن منبر، كان اكو بيلت اب بالكولوم بالبيم، ذا يكون بيلت اب سكشن. لكن هنالك شروط، شروط الترابط: تأبى العصيين اجتمعنا تكسرا وان افترقنا تكسرت احادا. اذا اكو جوينينج، يعني هذا المثل العربي اكبر مثل على البيلت اب. هنالك يجب ان يكون ترابط ما بين هذه الاجزاء المتحده. هسه مثال الاول، ربط عنصر عمود مع كولوم، بيم تو كولوم كونكشن، هذا البيم وهذا الكولوم. هذا مثال ثاني، اوفرلابينج، الطول ما كفى بعدنا ما وصلنا للسبورت، اضطرنا نسوي اوفرلاب. هذا البيلت اب سكشن، مقطع متكون من اي سكشن او اتش سكشن، كملناه بكفر بليت فوق وجوا، فاضطرينا ان نربط الكفر بليت مع الاي سكشن او البروفايل سكشن باستعمال اما بولت او ويلد. نجي ندخل على ابسط انواع البولتات
اللي هي simple bolted connection. سموها simple لأنها تنقل القوة بأسلوب مبسط، هذا سبب تسميتها بالسمبل. قانونها بشكل عام حصة البولت الواحد من القوة تساوي القوة اللي تمر في مركز البولت جروب بالسنتر أو بولت جروب divided by N، حيث أن N هو عدد البولتس ضمن الجروب group of connection. فإذن لهذا السبب سموها simple، لأن قانونها سهل جدا، القوة على عدد البراغي تطلع لنا حصة القوة. هذه القوة أما راح تكون عمودية على center group of bolt، فراح يكون عندي tension، أو تكون موازية للسطح. في حالة تكونها موازية فشير stress in bolt راح يساوي F of V، ويساوي قوة القص اللي تعرض لها البولت مقسوم على الاريا بولت. عادة احنا البولت اللي نستعمل هي أقطار دائرية، عفوا أشكال دائرية على شكل اسطوانة، فالمقطع المساحة المتأثر هو مساحة دائرة باي أوفر 4 دي أوفر دي بار سكوير. intention راح يكون عندك التنشن فورس ديفايدد باي اريا بولت. شير كونكشن، درجنا كونكشن صار بولتد ويلدد، أخذنا البولتد، البولتد أيضا قسمناه صار simple connection و eccentric connection، ما تحدثنا عنه اللي هو لاحقا الدرس القادم ال eccentric connection. فبعدين أخذنا simple connection أيضا قسمناه قسمين، shear connection وشنو ال tension connection. هسه shear connection راح ينقسم أيضا قسمين، single shear و double shear. single shear مبين عندك هنا بالشكل الأول، لو قصينا المقطع سواء هذا الحالة أو هالحالة فمستوى القص هو مستوي واحد سموه سنجل، هذا كذلك لو قصينا راح يكون مستوي واحد. بعد عندي ملاحظة أخرى بأن هذا اللاب جوينت اثنيناتهم ينقلون قوة، لكن التطبيق اللي على اليسار اللي هو يسموه باد جوينت اللي هو خلينا نقول المفصل الجبيرة يسموه باللغة العربية مفصل الجبيرة، بأن أنا أحتاج أجبر الكونكشن بقطعة خارجية حتى أضمن استمرارية نقل القوة على محور واحد. يعني شوف هاي الحالة ما مخلي جبيرة، يعني بس مواصل مثل هذا المخالف مال الأصابع اللي قاعد أشرهن، فمن راح أسحب قوة عالية حد الألتيمت راح يصير عندي روتيشن بالكونكشن، فهذه بحالة سلبية. الحالة الإيجابية بأن أخلي جبيرة جانبية يسمى بالإنجليزي باد جوينت. باد جوينت طبعا إذا خليتها من فوق أو فوق وجوا، الفرق بين الحالتين هنا راح يصير عندي سنجل شير مستوى القص هنا، بينما هاي الحالة دبل شير، فمن أحسب الأريا لازم أضربها في اثنين. هاي القوة حتى تفلت من هذا المكان عليها أن تتغلب على قوة القص من الأعلى ومن الأسفل، فهذا السبب سموه القص المضاعف. كمل بعد بالشير كونكشن، ايضا بالشير كونكشن هناك كان شير كونكشن هو السنجل شير والدبل شير، اللاب جوينت والباد جوينت هذا نوع ثاني. الان نتحدث عن اليه نقل القوه، هنالك اليتين لنقل القوه. الاليه الاولى يسموها البيرنج تايب كونكشن، مثل ما تعرفنا موضوع التنشن منبر من نريد نسوي بورغين نعطي سماحيه توليرانس، هذا التوليرانس تعلمنا مقداره 1 على 8 انش راح يكون توليرانس بالبولت. اوكي، اذا كان البولت من النوع البيرنج تايب كونكشن اثناء نقل القوه راح البولت هو اللي بدن البولت هو اللي يبدي ينقل القوه على شكل شير فورس. فهنا بهالحاله لاحظوا لنا الصوره الجانبيه لهي المنطقه، ان اتكأ البولت على الهول، هاي المنطقه مال الهول ينتشي عليها ياخذ الواحد على 8 وينتجي فينقل القوه باسلوب يسمى بالبيرنج ستريس، لهذا السبب سموه بيرنج تايب كونكشن. اما النوع الثاني والاكثر حداثه والاكثر امان في حاله السايكليك لودينج الحمل المتكرر اسمه الفريكشن بولت. شو هسه هذا البيرنج بولت، اذا نقلنا القوه بهالاتجاه وديناها باتجاه الاخر يقوم يتحرك البولت مره يمنى مره يسرى مره اعلى مره اسفل، فمرور الزمن المكان اللي يتحرك به يبدي يستهلك يصير بفتيق.
بينما هذا السايكليك عفوا هذا الفريكشن بولت اللي هو راح ينقل القوه عن طريق ضب البرغي او تايتنج اوف بولت سناك تايتنج اوف بولتس نشد البرغي بالراجز فش راح يصير بي يصير بي بريتنشن فورس هاي البريتنشن فورس راح تولي الضغط ما بين الصفحتين فعند تسليط الكونكشن الى شير فورس فالشير فورس راح ينتقل على شكل فريكشن ما بين الصفيحتين وما هو دور البولت فقط اما تنشن فورس بالبادي مالته اللي يرد الفعل مالها صار كومبريشن ما بين تو بليتس يظل الكليرنس للهول ثابت هذا ايجابي بان مهما كان اتجاه القوه البولت راح يبقى مكانه وما يهمه من يا اتجاه تجي القوه لكن سلبيته مقاومته لتحمل القص اقل من البيرنج تايب خلي ببالك الفريكشن بولت بالاحمال العاليه يتحول الى بيرنج بولت اذا جاوزنا فشل الاحتكاك يتحول الى بيرنج فاذا كانما هو هذا البيرنج تايب هو الحد الاقصى حد الاقصى لتحمل الكونكشن اوكي عندنا جداول بالمانيوال جدول 7.1 مهم هذا اول جدول راح نستعمله في استخراج القوه جدول 7.1 ببساطه يعطيك اقطار البراغي فوق ويعطيك على اليسار مسميات البراغي عندنا اي 325 بولت اي 490 اي 307 الرمز اي هذا موجود بمواصفات الاي اس تي ام فليبحث بالانترنت عن مواصفات اي 325 اي اس تي ام راح تلقى مواصفات البرغي الجيومتري يعني ابعاد هندسيه السن مالته التحمل التنسايل الى اخره انواع السنون هل هو من النوع ان ونوع اكس اكو نوع ان من السن اكو نوع ان واكو نوع اكس النوع ان كل البدن مال البولت بسن السن بالانجليزي يسموه ثريد ثريد اشبه بالثريد احنا نقول ثريد ثريد فاذا كل البدن بسن فبالنتيجة إذا صار فشل يصير فشل بمنطقة السن وبالتأكيد هذا الفشل قوة اللي يحتاجها أقل النوع الثاني المنطقة اللي ينقل بها قوة القص لا تحتوي على أسنان فقط الجسم المنطقة اللي بها النات هي اللي تحتوي على أسنان يعني هذا نصف البدن بسن طبعا تحمل أقوى 30 KSI هذا الجدول بيش يفيدني نوع البولت نوع السن قطر البولت اطلع القوه زين بعد شغله ثانيه قال لي اذا سنجل شير اخذ السطر الفوق اذا دبل شير اخذ السطر الجوا بعد اذا تشتغل اي اس دي اخذ هذا العمود اذا تشتغل ال ار اف دي اخذ هذا العمود فهذه هي طريقه استعمال جدول 7.1 في استخراج قوه القص زين واستخرجت انا قوه القص شريد من عدد اضرب القوه بعدد البراغي تطلع لي تحمل الكونكشن اذا الموضوع جدا سهل خاصة مع جداول المانيوال ما راح يخلينا هواي بس أهم شيء تعرف أن تأخذ قرار هذا الكونكشن هل هو سينجل لو دبل هذا الكونكشن هل هو ثريد إن بلين لو ثريدز أوت أوف بلين أو إنكلودد أو إكسكلودد بعد فردر مور أباوت ذا سبجكت بيرنج كونكشن بيرنج ستراس بتوين بولت أند ذا بليت زيرو at point B يقول له تباوع على هاي المسألة شوف هاي قدامك الضغط هنا أنا صفر وماكسيموم at B يعني إذن هذا راح يشيل يكون على شكل الضغط على شكل بارابولا أو إليبس صفر ماكسيموم يرجع صفر للبساطة قالوا نعتبره يونيفورم نعتبره يونيفورم هذا اليونيفورم يضغط على مساحة اللي هي مسقط الاسطوانة البرغي والحفرة هي عبارة عن اسطوانة بهذا الشكل والبولت بطن هاي الاسطوانة ماكسيموم بالنص صفر بالأطراف فحتى لا تتعقد المسألة بالحسابات لقوها طبعا هي مو اعتباطا هاي الفرضية لقوها مكافئة إلى أن هذا الضغط منتظم على مسقط البولت مسقط البولت الدي في التي الدي في التي فالاف اوف بيرينج هو P على DT البي القوة اللي دي ينقلها البولت مقسوم على المسقط مالته اللي هو مستطيل B D في T السؤال اللي ينسأل هنا هل D هذه D of hole or D of bolt
بالتأكيد هاي دي أوف بولت. ليش؟ لأن المنطقة اللي راح تكون في تماس المعني بها هي فقط الدايميتر أوف بولت والتوليرانس غير معرض. أوكي. مسميات الجزء 16 صفحة 105. عندنا مسميات الهولز، هولز تايب. عندنا ستاندرد هول والأوفر سايز هول والشورت سلوت هول واللونج سلوت هول. ستاندرد هول القياسية، قطر الحفرة تساوي دي زائدا مو 1/8 تعلمناها بالتنشن، 1/16. أما إذا كنت تتحدث لأغراض التصميم من الصمم تنشن، فكنا نأخذ الهول تساوي دي زائدا 1/8. هذا إذن يسموه ستاندرد قياس. الأوفر سايز، أوفر سايز يعني أكبر من الحجم. طبعا الأوفر سايز بالمناطق الحارة نحتاجها مثل العراق، المناطق اللي خلينا نقول متوقع الإرر بالتنفيذ بالنسبة للهول، فنحتاج نكبر الهول، فبس أكو حدود راح يصير دي زائدا 5/16. يعني السماحية ماكسيمم هي 5/16. 5/16 إذا نحسبها بالمليمترات، 5 × 16 × 25.4 يطلع الجواب حدود 8 مليمتر. نقدر نطي سماحية 8 مليمتر، بمعنى 4 مليمتر من كل جهة بالبول، هذا نسميه أوفر سايز. SSL short slot هول، شورت قصير، سلوت شق، شورت سلوت هول. هذا هو، شوفوا يطي واحدة من الاتجاهات الجانبية يطيها بعد أكو زيادة يعني يوصل لحد 3/8، فيطيها سماحية. هذا تفيدنا دائما بالتمددات الحرارية. واللونج سلوت هول بعد يطيها أكثر، يوصلها 2.5 القطر بس يسمح بال. طبعا راح تشوفون كل واحد من هاي الحالات الأربعة له تحمل أقصى قص يختلف عن بيرنج سترس والشيرنج سترس. أفضل قياس وأعلى قياس الستاندرد هول، لكن الستاندرد هول يتطلب دقة عالية بالتنفيذ. مينيمم سبيسينج، أقل سبيسينج ما بين البولت 3 مرات القطر، لكن بعد نقدر نقلل إلى 2/3 القطر. يعني خلينا نقول الستاندرد القياسي بال spacing between fasteners هو 3 times the diameter of bolts but not less than 2 to 3 times the nominal diameter. 2/3 يعني نكتبها بالأرقام 2.66 تضربها بالdiameter of bolt، هذا أقل spacing مسموح به، تحت هذا ما مسموح. بس هم شطة وطوا دائما اللي ما يطلع به كسور. يعني أنت من تعتبر 2.66 لا تخلي spacing ما بين البولت بي بوينتات، لازم رقم صريح حتى يشتغل بي. مينيموم الايج ديستانس، مينيموم ايج ديستانس عندنا المسافة LE هي عادة نصف الاس، لكن هنالك جدول بالمانيوال جدول J3.4 وJ3.10 هذول يطون المينيموم لكل دايميتر اوف بولت. إذا ترحون هاي جدول 3/4 بالسكشن J3/10 راح تلقى جدول يسألك عن طبيعة هذه الحافة، هل هي شارب كات، هل هي مقطوعة بكتر، هل هي مقطوعة بكسرة، يعني نوع التحضير للحافة الجانبية راح يعطيك المسافة عليه. مبدئيا احنا راح ناخذها 1.5 ديامتر او بولت، يعني كحد خلينا نقول اللي هو شائع، ما يتطلب منك جدول، بس مثلا لاغراض الامتحان مرات نروح للجدول جي 3.4 حتى نعرف المسافه ال اي. هذه اذا التحصيل النهائي، راح يكون عندي سنتر تو سنتر هو اس، والحافه من هنا ال اي ومن هنا ال اي. عندي المسافه الصافيه هذا S center to center، عندي LC المسافة الصافية من ظهر البولت إلى ظهر البولت، هاي تسمى L sub C، وكذلك أكو تسمية أخرى L sub C اللي هو الطرف الآخر. أوكي، بيش راح تفيدنا هاي L sub C الكليرنس؟ راح نقدر نحسب مقاومة البيرينج حسب
نوع الهول، هل هو ستاندرد هول؟ نقول مقاومة البيرنج للكونكشن 1.5 L sub C times the thickness times F ultimate للبليت مو للبولت اللي بالكونكشن، يعني البيرنج مسؤول عن البليت، بحيث هذا الرقم لا يزيد عن 2.4 D times TFU. فإذا لاحظ هنا ركزنا على L sub C. هذا النوع الأول هو بولت in a connection with a standard oversize hole, short slot hole, كل الأنواع. بالحالة الأولى deformation of the bolt hole is at service load. لما تتحدث عن service load تستعمل هاي المعادلة. أما when the deformation of the bolt at service load is not a design consideration, يعني التشوهات المنطقة الجروب ما ماخذية بنظر الاعتبار، يعني عندنا حرية بشوية أكثر بالديفورميشن بالكونكشن، ناخذ 1.5 LCTFU أقل من 3DT. أما إذا كان عندنا الهول هو لونج سلوت هول فهذا الفاكتور يصير 1 ولا يزيد عن 2. طبعا فاتني أذكر بين ريدكشن فاكتور للكونكشن للبيرنج 0.75، شوف بالتنشن كنا ناخذها 0.9 معناها بالكونكشن نخاف، زيدنا الريدكشن فاكتور 0.75. فاكتور اوف سيفتي كنا ناخذ 1.6 بالتنشن وما شابه ذلك، بينما هنا راح ناخذ 2. هسه قلت لكم احنا الكونكشن دائما نخاف منه. هذه مسألة. الآن المسائل إذا جتنا بالامتحان النهائي راح تكون مسائل متكاملة. موضوع التنشن تشتغل على الارينات، تشتغل على الاستغارد كونكشن، تشتغل على الشير بلوك. من تيجي النوب تحسب براغي، تحسب البراغي المطلوبة، القوة عندي معلومة، نقسم القوة على تحمل البرغي الواحد الموجود في الجدول يطلع لنا عدد نوزعها. التوزيع هذا شو نسوي؟ نشيك لبير. هسه مثل هاي المسألة قدامنا، هذه مصممة تنشن وخلصانة وطالعين عدد البولت. هسه نريد نصمم السبيسينج مالتها. How many 3/4 inch أي 325 X bolt in standard holes required for bearing type connection shown in figure? Use FU 58 KSI. Assume edge distance 2 inch and the distance center to center of the holes to be 3 inch. Assume that deformation at bolt holes is a design consideration. فال PU وال PA 300 في 200. 300 200. اوكي سوليوشن. اول مره خلينا نطلع الالسي والاليو ماطول قدامنا بالصوره. هو البرغي 3/4 الانج، 3/4 الانج ضفنا له ثمن صار هول، طرحنا نصف الهول خلينا نباع على هاي المنطقه هاي هنا سنتر تو سنتر 2، بس من نريد اطرح نص الهول، فنص 3 على 4 زائد 1 على 8 طلع المسافه منا للحافه 1.56. فالألسي الطرفية تساوي 1.56. أما السنتر تو سنتر البراغي الداخلية هي 3 ناقص نصف أسطوانة منا نصف أسطوانة منا أو نصف البولت منا نصف الهول منا، فرح يصير عندك 2 نصين في قطر الهول 3 على 4 زائد 1 على 8 يساوي 2.15 إنج. إذن هاي الألسي هي 2.125 inch. اوكي اذا نجي نطبق القانون هذا L1.2 LCTFU الحالة ستاندر هول، اخذنا LC الاقل 1.56 طلع تحمل 81.4K، لا تتجاوز 2.4 DTU. 2.4 في D diameter of bolt، في T الثيكنس الأقل الموجود بالكونكشن. نرجع، أنا عندي الثيكنس هذا 3/4 والثيكنس فوق وجوة نص بنص، فما هو الثيكنس الأقل الموجود بالكونكشن؟ الجواب هما طرفي ميزان، يعني ما يصير أباع إلا 3/4 والنص وأقول النص هي الأخطر، لا، 3/4 بمفردها تقاوم نصين، فإذا الثيكنس على الجهة الطرف الآخر جهة رد الفعل هو نص في 2 بمعنى 1، بينما الطرف الآخر طرف الفعل هو
ثلاثة أرباع في واحد، فإذا ثلاثة أرباع هو أقل. فلهذا السبب بالقانون أنا أخذت هنا الثكنس الأقل اللي هو ثلاثة أرباع. في الأفيو مالت البليت 58 طلع الجواب 78، الرقم الأقل هو اللي كنترول. إذن البيرنج تايب لهذه المسألة هو 78 كيس كيبس سوري شير سترينج فور وان بولت للبرغ الواحد. نروح للجدول نستخرجه اللي هو 3 أرباع، خلي أرجع لهذا الجدول أول ما بينا 3 أرباع، هاي 3 أرباع X تايب دبل شير، فيطلع الجواب 89.8. اوكي هنا انا شلون اطلعها بالطريقه خلينا نقول التقليديه اذا ما عندي جدول؟ اقول اثنين، ليش اثنين؟ لان دبل شير اريا بولت الثلاث ارباع تربيع في باي اوفر 4 طلعت الاريا بولت. اف ان في هذا من الجدول لتحمل القوى 60 كي اس اي تحمل القص للبولت. فاذا طلعنا الناتج يطلع 53.04 زين، تضرب النوب بالفاكتور اوف سيفتي ريدكشن فاكتور طلع 89.8 نفس اللي موجود بالجدول اللي شفناه قبل شوي. اوكي فاذا الفاي ار ان 0.75 في 53 39.8 قسم البي التيمت 300 على البولت الواحد طلع 7.54 اللي هي نقربها الى اقرب عدد يتلائم مع الكونكشن اللي هو رقم 8. اذا صار 8 في 3 4 بالشكل حاط لي سرعه وين مال براغي، بمعنى هذا اني اربع براغي بالعمق. طبعا لو موضوع الاستنشن مطلوب اروح اشيك هاي الاربع براغي الاريا نت مالتها شقد راح تعطينا التنسايل فورس. لهذا السبب قلت لكم هاي المسألة تجينا بالامتحان النهائي متكاملة، يعني هم تنشن هم بولت. أوكي. هذا هوم ورك نفس الفكرة بس مسألة وأرقام أخرى يجرب الطالب نفسه بيها يشوف النتائج اللي حصل. أوكي. النوع الثاني من الشيرنج سترينث هو هاي سترينث بولت، ذاك كان بيرنج كونكشن. الآن هاي سترينج بولت او ما يعرف بالسلب كريتيكال كونكشن اللي قبل شويه من شرحنا بدينا الماده هو هاي الحاله اللي على اليمين، بين اني راح اضب البرغي الى تورك معين، هذا التورك يسوي لي بريتنشن فورس مما يولد تضاغط ما بين الصفيحات وان هي مسؤوله عن نقل القوه. هذه القوه الشد بها محددات حتى بالحياه العمليه يقول لك هذا التورك ميتر لازم تسوي لك كاليبريشن على القطر، وهاي القوة الشد حسب الشركة وحسب المنشأ مالت البولت راح يزودونه بالجدول لتحمل القوة. إذا كنا نستعمل البراغي أي 325 أي 490 فهذا الجدول الخاص به قطر البرغي وقوة السحب المطلوبة تنسايل فورس مينيمم بولت بريتنشن فورس بالكيبس، هذه مقادير. هذا الفري بودي دايجرام مال نقل القوة، انت مثل ما شرحت لكم راح يصير عندك بريتنشن فورس، قوة القص المسلطة راح تقاوم بالشير شير سترينج. شير سترينج شو يساوي؟ يساوي ان النورمال فورس مضروب في معامل الاحتكاك ميو، معامل الاحتكاك اللي ماخذ احنا بالصف الاول بالميكانيك الهندسي، القوة العمودية مضروب في معامل الاحتكاك ما بين السطوح. بمعنى هسه رأسه راح يخطر في بال أي شخص أنا هذا النوع من البراغي أحتاج أخشن الصفائح، أخشن الصفائح فيما بينها وأستعمل المبرد أو أستعمل في التفاصيل أخرى تزيد لي من قوة الاحتكاك، يعني البليت الأملس ما يفيد إلا. أوكي القانون بهالحالة راح يساوي مع ار ان يساوي معامل الاحتكاك في الدي يو في الاتش اس سي في التي بي في الال اس.
طبعا انا سأل سؤال ذيلي، ايهما اقوى، which resistance is greater and why؟ هاي قبل شوية جاوبت انا، مثل ما قلت لكم هو البيرنج ستريس هو الابر ليميت مال السليب كريتيكال كونكشن. اوكي، فاذا دائما ار ان اس هو اقل من ار ان لل بي تي كونكشن، بيرنج تايب كونكشن. واي؟ لان الفريكشن المعامل الاحتكاك هو دائما اقل من قوه القص، فبالنتيجه النهائيه راح يتحول الى بيرنج تايب. اوكي، نرجع لقانوننا. مقاومة القص اللي هي عبارة عن احتكاك، تساوي ببساطة معامل الاحتكاك في القوة، إذن هو ميو في تي حتى تقدر تحفظه. هنالك ثلاثة معاملات أخرى تدخل بالمعادلة، اللي هي الديو اللي هو pretension ratio default ناخذه 1.13، إذن هذا رقم ثابت. ال HSC هو الهول فاكتور، معامل الحفرة، قلنا احنا اكو ستاندر، اكو اوفر سايز، اكو شورت سلوت، لونج سلوت. فانا مطيني اذا كنت تتعامل مع ستاندر فهي واحد، اذا مع اوفر سايز او شورت سلوت ف 0.85، واذا لونج سلوت ف 0.7، واخيرا نمبر اوف سليب فورس اذا كنت تتعامل مع سنجل او دبل، فهي الان هنا اللي هو سنجل شير او دبل شير. والتي بي مثل ما تشوفون هو من الجدول 3-1، اللي هذا جدول 3-1 بالمانيوال صفحة 103 نلقى هذا الجدول. فإذا يطون قطر ونوع برغي، مثلا برغي اي 325 قطر 3/4، فايش قد البريتنشن فورس مالته؟ 28 كيبس. نجي نتحدث عن الريدكشن فاكتور. اذا كان كونكشن بريفنت سليبينج فالفاي ما يحتاج نقللها، واحد والمعامل فاكتور اوف سيفتي 1.5. اذا البريتنشن سليب كونكشن ان ويتش بريتنشن اوف سليب از سيرفيسابيلتي ليميت، هذا هو الفاكتورات مالته. اما اذا كان سترينث ليميت فال 5.85 والاوم 1.76. يعني من نتحدث بالألتيمات نحتاج نزيد الفاكتور اوف سيفتي. اوكي، معادلتنا هذه اللي هي الار ان، المانيوال قدمناها على شكل جدول، جدول 7/4. هنا أنا على اليسار راح تدخل نوع الحفره، هل هي ستاندر، اوفر سايز، لونج سلوت. بعدين الكولوم اللي بعده راح تدخل هل هو سنجل شير لو دبل شير، وسقط وتطلع لك القيمة. إذن خلف الله على المانيوال سهل لنا عملية استعمال المعادلة. خاف واحد ناسي الفاكتورات، ناسي 1.13 ما أدري شنو، فهنا أنا هو كلها متكفل بها ومطلع النتائج مالت. أوكي، هذا مثال مثل المثال السابق، أنا أربع براغي محددة، 1.5 3 1.5. ده يقول بالمنطوق the connection shown in figure uses 3/4 inch A 325 bolt with the threads in the plane of shear, no slip is permitted, both at the tension member and gusset plate are A 36 steel, determine the strength of the connection. الآن نجي على shear strength. shear strength جدول 3/2 صفحة 104، عندك أربع براغي، الاريا مال البرغي الواحد 0.4418، في الاف ان في تحمل القص لهذا النوع من البرغي 325 هو 48، فحصلنا 84.84 كيب، والار اف دي 0.76 في التحمل اير ريدكشن فاكتور مالتنا صار 63.63 الى اخره. اذا كنت تتحدث عن الاي اس دي، طبعا شوف الطلاب هي اما هاي او هاي، يعني مو معناته اثنيناتهم تقدم ليان بالامتحان. يعني اذا كنا نتحدث ال ار اف دي هذا الناتج انتهى خلاص. هنا انا شنو سطر ثاني، اذا كنت تتحدث اي اس دي فهذا الناتج. كذلك هنا أنا اذا ما تستعمل المعادله اللي هو خلينا نقول المساحه في الاجهاد تطلع القوة، تقدر مباشره تطلع القوة من الجدول 7/1 الخاص بالشير.
اوكي وهم مطي كان قيمتين اذا الار اف دي هاي واذا اي اس دي. فانا ما اريد اكلها من عندك، انا اريد حسب المنطوق، منطوق الار اف دي تنزلي نتائج الار اف دي. هذه يعني انا ذاكرها كلها يعني شلون يعني كانما مجموعه خيارات قدامك او اكثر من مساله محلوله، مره الار اف دي مره اي اس دي. اوكي فطلعت نفس النتائج، شوف النتائج اللي طلعناها هنا نفسها اللي بالمعادله بالتاكيد لان هاي الجدول اجى من هاي المعادله. اذا كان هذا سليب كريتيكال راح نطبق، اذا القانون نطبقه ار ان ميو دي يو اس الى اخره، طبقناها طلع الجواب 11.07 في عدد البراغي في 44.28 كيبس. ال ار اف دي الفاكتور واحد مثل ما قلنا قبل شويه للسيرفيسابيلتي ليميت ف 44 كيبس، كذلك الـ ISD. او تروح مباشره للجدول يطلع نفس الجواب بالبوينتات، اكو فرق 11.1 يطلع عندك 11.07 لان يعني هو مقرب، اكيد هي 11.07 قربها بالجدول 11.1 ضربها في 4 في 44.4 الى اخره. البيرنج ستري اللي قبل شوي اخذناه يطلع الالسي، الالسي الالسي عندك الواحد ونص الطرفاني، اطرح من عندها نصف قطر حفره، وسنتر تو سنتر اللي هي ثلاثه اطرح من عندها حفره كامله، فطرحناها طلع من الكنترول 1.06 هو الكنترول. طبقنا قانون البيرنج اوكي، الثيكنس 3 على 8 منين يجي كنترول، ارجع المساله عندك هذا نصف البليت هاي نصف، والقصد بليت 3 على 8 ايهما اقل ل 3 على 8 اذا اخذ 3 على 8 طلع الجواب 27.73 ومن ثم ضرب بالريدكشن. فهذا طبعا هذا السؤال قدامنا سؤال متكامل ومثالي لموضوع الكونكشن تنشن اون جروس اريا، رجع موضوع مال بدايه الكورس، اريا جروس 6 في نصف في 36 ضرب الريدكشن فاكتور مال تنشن طلع كذا، حسب النوبل التنشن اون اريا نت طلع جواب كذا، وشير بلوك اشوف مراجع لكل المواضيع مالتنا. هذا السبب راح نقول لكم بالفاينل يجي سؤال مشابه لهذا السؤال. الحصيله النهائيه حطيناها بجدول، طبعا جدول تو كولومز، واحد ال ار اف دي والثاني اي اس دي. بولت شير سترينج طلع لنا 63.6 تحمل الكونكشن، بولت سليب كريتيكال طلع 44.28، بليت بيرنج كونكشن طلع 83، تنشن اون جروس اريا 57، تنشن اون نت اريا 92، والبلوك شير طلع 89.39. ايهما اقل هو اللي راح نختار، ايهما اقل الكريتيكال. فان ظهرت البولت سليب كريتيكال سترينج تطلبت من عندي ان تكون محدد البولت للجروب هو 44.28. إذن بالرغم من أن التنسايل فورس 97 أو 92 بالأريانات، لكن الكونكشن ضعيف ما يتحمل أكثر من 44.28. أوكي فهذا هذا كان مثال متكامل قدمنا به summary of result. هذا مثال homework يشبه المسألة السابقة اللي هي channel C 8 في 18.7/10، شلون الفيجر has been subjected to tensile load okay attached to 3 على 8 gusset plate by 7 على 8 inch assume that the threads are in the plane of shear، يعني السنون البراغي في مستوى القص، and that the slip of connections is permissible، والسليب للكونكشن permissible مسموح. يعني هذا يعني هل هو سليب كريتيكال او بيرنج؟ بيقول سليب مسموح، سليب كريتيكال سليب غير مسموح، فهذا يعتبر بيرنج تايب. Determine the number and required layout of the bolt such that the length of the connection is minimum، اقل ما يمكن، يعني رصهم بحيث زين الفورسز مطيك اياهن والشانل مطيك اياه. اوكي بعض الاحيان تجينا مساله ما يعطيني القوه، يقول لي صمم البراغي لأقصى تحمل لمثلا هاي المسألة اللي هي channel أو أي شيء آخر. ذاك الوقت شو أسوي؟ أروح من الجروس أريا أضربها بالإف واي
اطلع فورس، هذه الفورس اصمم البراغي عليها. او مرات يقول لي صمم على 90% من تحمل السكشن او 85% من تحمل السكشن. يعني بعض الاحيان الفورس مثل ما تشوف قدامك هالفورس مطيها ديد 18 واللايف 54، حولها الى التيميت، قارنها ويا التحمل الاريا جروس. اوكي اريا نت ما تقدر تشتغل لان البراغي بعدك ما موزعها ولا مقترح عليك توزيع للبراغي، فتتاجل اريا نت. اذا انت من اريا جروس شيكتها راح تجي النوع البيرنج تايب جدول 7-1 تقسم القوة على جدول 7 يطلع لك عدد البراغي. عدد البراغي ترتبها اقصى اللي يريد ال مينيمم، يعني اكبر حد مثلا 8 فكر 4-4، لا تفكر 2-2-2-2 يعني 2-4، فكر 4-2. اوكي فاللي يريد مينيمم. طبعا انت من كل ما تشتغل بالعرض كل ما الاريا نت تضعف، كل ما تشتغل بالعرض الاريا نت تضعف والبلوك شير يضعف. اوكي اخيرا عندنا التنشن ستريس ان بولت. تنشن ستريس ان بولت ما بي ذيش المداخلات الكثيره، ما بي بيرنج تايب سليب كريتيكال. فقانونه ببساطه الاف تي القوه المسلطه بي على 2 ان بولت، الاف ان تي The nominal tensile stress صفحة 104 مطيني الإجهاد. شوف رسم تطبيق مباشر. أوكي FNT 90 إذا كان البولت 325 و120 إذا كان البولت 490. ما بي يعني مباشرة. هنا أنا بس نقطة مهمة، لاحظ من حسبنا القوة المسلطة 120 على التنشن لهاي المجموعة، قسمناها على تحمل البرغي الواحد اللي هو 40.58، طلع الجواب 2.96. المعروف عنه اذا انقرب الى اعلى انتجار، اذا انقرب 2.96 الى اعلى انتجار عدد صحيح المفروض 3، استعملنا 4. ليش؟ الجواب بعض الأحيان المسألة تفرض نفسها، إذا طلعت إذا أنا كتبت 3 هاي 3 شلون أوزعها؟ 2 من صفحة من الصفحة الثانية 1 ما يصير. فهاي المسألة تفرض بأن يكون العدد زوجي، فارضة نفسها كشكل العدد زوجي، فمن طلع 2.96 من أقربة أقربة لأربعة ما أقربة لثلاثة. أوكي حد هنا محاضرتنا اليوم تنتهي، على أمل نكمل المحاضرة بالثانية. Mm-hmm.